الأعزاء تحية طيبة وأهلا بكم. نستهل نشاطنا هذا اليوم بإعلان برياح قوية متوقعة لمدة 24 ساعة ابتداء من يوم غد على الساعة 6 صباحا بالتوقيت العالمي، ويهم شرق تونس وخليج قابس، ثم لاحقا خليج تونس، حيث تهب ريح من القطاع الشمالي قوة 7 مسلم بفر، أي ما يعادل 28 إلى 33 عقدة، وذلك نتيجة لمنخفض الضغط الجوي على شرقي حوض البحر الأبيض المتوسط، ثم يتجه نحو الغرب يساهم في تسيير رياح قوية على مناطقنا. توقعاتنا الجوية المنتظرة لما بعد الظهر: سحب عابرة على مجالات البحرية بشمال تونس، رياح شرقية شمالية شرقية من 15 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب بشرق تونس، رياح شمالية شمالية غربية سرعتها من 20 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب كذلك بخليج قابس، رياح شمالية شرقية شمالية غربية سرعتها من 20 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب، ورؤية تمتد من 2 إلى 7 ميل. بالنسبة لهذه الليلة، طقس أحيانا كثيف السحب بشمال تونس، رياح شمالية شرقية شمالية غربية من 20 إلى 25 تصل مؤقتا إلى 30 عقدة، البحر يكون مضطرب بشرق تونس وخليج قابس، رياح شمالية شرقية شمالية غربية من 20 إلى 25 عقدة تتقوى آخر الليل لتصل إلى 25-30 عقدة، البحر مضطرب شديد الاضطراب، ورؤية تنخفض من 7 ميل إلى ميلين. يوم الغد إن شاء الله طقس أحيانا كثيف السحب بسواحلنا الشمالية وخليج الحمامات، ريح من القطاع الشمالي سرعتها من 25 إلى 30 عقدة، البحر يكون شديد الاضطراب، ورؤية تمتد من 2 إلى 5 ميل. بالنسبة لمنطقتي الشابة وخليج قابس، ريح من القطاع الشمالي كذلك سرعتها من 25 إلى 30 عقدة، البحر شديد الاضطراب، ورؤية تمتد من 2 إلى 5 ميل. نمر الآن إلى حركتي المد والجزر بميناء إصفاقس، 42 سنتيمتر على الساعة 9 ليلا و44 دقيقة، متر و63 سنتيمتر على الساعة 3 صباحا و44 دقيقة. بميناء قابس، 67 سنتيمتر على الساعة 9 ليلا و53 دقيقة، متران و6 سنتيمترات على الساعة 3 صباحا و58 دقيقة. بميناء جرجيس، 28 سنتيمتر على الساعة 9 ليلا و42 دقيقة، 95 سنتيمتر على الساعة 3 صباحا و47 دقيقة. في الختام ولمزيد من المعلومات، بإمكانكم الاتصال بالموزع الصوتي، زيارة موقع الويب أو بعث إرساليات قصيرة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.